استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية ويليام بيرز والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. هذا وقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية حيث تمت مناقشة آخر مستجدات الجهود المشتركة من أجل التوصل لاتفاق للتهدئة ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ويليام بيرنز رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ذكر أن رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية نقل في مستهل اللقاء تحية الرئيس بايدن إلى السيد الرئيس وتقدير الولايات المتحدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا استمرار التشاور والتنسيق بين الدولتين لصالح الأمن والاستقرار الاقليميين والدوليين كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الاقليمية حيث تمت مناقشة اخر مستجدات الجهود المشتركه للتوصل لاتفاق للتهدئه ووقف اطلاق النار في قطاع غزه واكد السيد الرئيس في هذا الصدد الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكريه في القطاع مشددا على اهميه اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب وضمان انفاذ المساعدات الاغاثيه بما يكفي للتخفيف الحقيقي من الكارثه الانسانيه التي يعيشها الفلسطينيون بالقطاع ومؤكدا ضروره اتخاذ خطوات جاده ومؤثره لمنع اتساع رقعه الصراع في المنطقه، كما شدد سيادته على اهميه انفاذ حل الدولتين في اطار تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه. من جانبه ثمن رئيس وكاله الاستخبارات المركزيه الامريكيه الجهود المصريه لوقف اطلاق النار وانفاذ المساعدات الانسانيه، مؤكدا تقدير بلاده للمواقف المصريه الرشيده والمسؤوله التي تدفع بقوه في اتجاه ارساء السنة. السلام والأمن والتنمية إقليميا ودوليا